هاي تيك تاك تو أو إكس أو هي من أبسط الألعاب بالعالم، وعلى الأرجح بدأت بمصر القديمة. رومان كانوا من بين الشعوب القديمة يلي لعبتها بالقرن الأول قبل الميلاد، وكان اسمها تيرني لابيلي، وكان اللاعب يحرك ثلاث قطع لحد ما يتوازوا، وفي آثار لشبكات خاصة باللعبة بكل أنحاء المدينة القديمة. بعض الحضارات بالقرون الوسطى كانت تعتقد أنه عندها خصائص سحرية، وكانت تتسمى بالمربع السحري، والمجتمعات السرية كانت تسميها كابالا أوف ذا ناين تشامبرز، وكانت تعتقد أنه الشبكة بتحتوي على رسائل سرية حول العالم. انتشرت اللعبة بإنجلترا ب 1864 وانعرفت باسم نوتس اند كروسز. مين قال أنه الإكس أو كانت أول لعبة فيديو على كمبيوتر الأتساك سنة 1952؟ أنا قال. شوفكم بكرة.